بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده فيديو جديد على قناتي تغطيات قناة الهنا، الفيديو عن الأجهزة الكهربائية. هنشوف غسالات فول اوتوماتيك وتلاجات، خلاطات كهربائية، قطعات بصل وخضروات، قلايات. الجولة دي في اكسايت على الأجهزة الكهربائية، عاملين تخفيضات حلوة جدا. بس يا ريت كده بقى قبل ما نتفرج على الفيديو سوا مع بعض، إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش حبيبي تعملوا لنا اشتراك ولايك. اكسايت بمدينة الرياض بالسعودية. نبتدي كده الفيديو مع بعض. دي خلاطات كهربائية، ده خلاط فيليبس 500 واط ب149. في بقى خلاط فيليبس ده 600 واط ب199. ده خلاط كهربائي كينوود ب185، ده 500 واط. في بقى الخلاط الكهربائي كينوود ب349، 800 واط. ده خلاط مولينكس 500 واط ب129. فيليبس ب109، 400 واط. في فيليبس ب99. في على فكرة يعني نفس الماركة هتلاقوا كذا موديل منها، طبعا بتختلف حسب الوط. في بقى فرمة اللحمة دي فيليبس ب169، فرمة لحمة وقطعت بصل وخضروات. ب169 دي قطعت بصل وخضروات فيليبس ب169، 600 واط. في بقى وانسا الدرع بتاعها على فكره زجاجي ب59، سعرها حلو قوي. كينوود ب159، 500 واط. مولينكس ب199، في مولينكس في 500 واط وفي 450 واط ب209. في بقى الغلايه الكهربائيه فيليبس ب169، ام جوي ب99، جي باس ب85، كينوود ب189، بلاك اند ديجر 195، فيليبس ب99. في بقى مكوة البخار تيفال ب249. دي محضرة طعام مولينكس ب229، براون ب299، محضرة طعام فيليبس ب259. في بقى مولينكس الألف واط ب705، عجانة مولينكس ب999 معاها الخلاط. دي الألف واط. في بقى اللي هي 800 واط ب599 ريال. كين وود ب929، مولينكس 900 واط ب599، مولينكس ب999 الألف واط. دي قلاية تيفال ب338 وب728، فيليبس ب869. دي حالة ضغط كهربائية ب399، جي باس ب299. ده جهاز طهية الأرز فيليبس ب299، ينفع للطبخ برضو. مولينكس ب239، مولينكس ب205، دي حالة الرز برضو. كينوود قلاية كينوود اللي هي الاكس اكس لارج ب579. نشوف بقى اسعار البوتاجازات. على فكرة اسعار البوتاجازات عاملين عليها تخفيض حلو قوي. في بوتاجاز 4 شعلة 999 ريال جيبسون بوش، بوتاجاز بوش ده الماني ب2499 جيرماني الماني،
ده شكل الفرن الداخلي بتاعه على فكرة، واسع وحلو. 5 شعلة. نشوف بقى برضو اشكال تانية من البوتاجازات وموديلات تانية. ده بوتاجاز بيزك ب1299، ده شكل الفرن الداخلي بتاعه. بيزك ده مصري. في البوتاجاز ده كان ب1199، سعره حاليا 999. ادي اسعار البوتاجازات. في بقى البوتاجاز ده، ب3699، 5 شعلة. ده الماني برضو بوش. في بقى البوتاجاز ده، ب3999، ده 6 شعلة، جليم جاز. نشوف بقى اسعار الغسالات الهاف اوتوماتيك والاوتوماتيك. دي غسالة هاف اوتوماتيك ب1199 دايو، 10 كيلو، ب2 حوض، حوض للغسيل وحوض مجفف. ادي حوض المجفف اهو. نشوف اسعار الغسالات الفول اوتوماتيك. دي غساله فول اوتوماتيك باناسونيك ب1199 ريال، دي 7 كيلو. ادي شكلها بتعبق من الامام، 1199، 7 كيلو. نشوف الغساله اللي جنبيها دي. دي غساله سامسونج، غسالة فول اوتوماتيك سامسونج، بتعبق من الامام، 7 كيلو، ب1599 من اكسايت. في غسالات فول اوتوماتيك انواع كتيرة جدا، في ال جي وكل غسالات الملابس وجميع الماركات عندهم يعني. اسعار الثلاجات البابين. دي ثلاجة وانسى، كانت ب3499، سعرها حاليا 2299. دي 17 قدم، كم؟ 17 كده. ايه على فكرة، ها برضو حلو. دي 12 قدم ب2299. في بقى الثلاجة مبابين دي وانسى، كانت ب3599، سعرها حاليا 2599. دي ثلاجة هاير البيضة دي ببابين، دي ب4599. في بقى تلاجة ال جي باب افقي وباب رأسي، ال جي ب4000، كانت ب6899، سعرها حاليا 4799. بكده خلصت جولتنا النهارده، كانت جولة في اكسايت بمدينة الرياض على جميع الأجهزة الكهربائية. شفنا غسالات في الأوتوماتيك، تلاجات، أجهزة مطبخ كهربائية. إن شاء الله الفيديو يكون عجبكم. إذا عجبكم بقى الفيديو ما تبخلوش علينا حبايبي باشتراك جميل كده زيكم ولايك، وإن شاء الله أشوفكم في فيديوهات جديدة. مع السلامة.